زرنا صباح اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي باسم اتحاد رجال وسيدات أعمال اللبنانيين بالعالم، وكان عندنا ثلاث رسائل كثير واضحة. الرسالة الأولى، لا شك أن حرب غزة عم بيكون عندها تداعيات اقتصادية على كل المنطقة وخاصة لبنان وخاصة على شركاتنا. لكن حبينا نقول أنه أكيد في حروب برات أيدينا، لكن عندنا كمان حروب داخلية بأيدينا، ومش مقبول أبداً يكون في أي مقاطعة لرئاسة الحكومة، لأنه هيدا الوقت التضامن هو وقت لازم نعطي ثقة لشعبنا، هو الوقت وين بنفرجي لبنان والعالم أنه نحن يد وحدة. نحن اليوم عايزين إدارة داخلية مش فقط إدارة دبلوماسية. الوقت يجتمع مجلس الوزراء كل يوم وكل ساعة و24 على 24 ليعيد الثقة لاقتصادنا، يعيد الثقة لشعبنا ولا شركاتنا. نحن اليوم إذا في انقسام داخلي بأصعب الظروف، كيف رح يكون هالانقسام الداخلي إذا نتمنى وصلنا إلى سلام؟ أما النقطة الثانية اللي طرقناها مع دولة الرئيس هي الموازنة المطروحة لسنة 2024، وذكرناه أنه شركات اللبنانية هل قدروا واجهوا أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية بتاريخ العالم، قدروا واجهوا انفجار 4 آب ورجعوا عمروا كل هاللي تدمر، ما بيقدروا يدفعوا ثمن نجاحهم، ومنقدر نمول الحكومة ولا الحكومات بنجاحهم. نحن اليوم قبل ما نزيد الضرائب خلينا نبلش نشبه شو في ضرائب، قبل ما نطلب من الشركات والشعب اللي عم يدفع خلينا نبلش نطبق الضرائب الموجودة والقوانين الموجودة. والنقطة الثالثة اللي حبينا نحكي مع دولة الرئيس، حكينا بعدة سيناريوهات، إذا تكملت الحرب التدميرية على غزة وعلى حدود لبنان كيف نقدر نواجهها اقتصاديا، وكيف ندور حول العالم ليكون عنا دعم أكيد مالي والاقتصادي وحتى أمني وتطبيق 1701. وأكيد طرقنا في جو السلام، إذا رحنا على اتفاقات سلام اللي بدنا يكون للمنطقة، أكيد السلام بيكون عنا رئيس الجمهورية بيحكي باسم لبنان، لازم نكون نحن عم نحترم دستورنا لنقدر نروح نفاوض على السلام. فلازم نكون مهيئين لندرس كلنا سوا كل الاحتمالات، ونحن لبنانيين ومستثمرين عندنا نستثمر لبنان ونوظف لبنان، لبنا دعم صغير موجود من الحكومة هي تقدر تجتمع وتبرهن وتعطي صورة لبنان الحقيقي والمتضامن. وشكراً.